عودي معكم لمتابعه عالم الصباح. رح ننتقل نحن وياكم كمان مره عند الشيف ورشه ملح. احبائي اهلا وسهلا فيكم لثالث فقره مع الشيف شادي، ورح ارجع اشوفكم كمان على الساعه 12:30 تقريبا، بس اضطريت اطلع هلا لانه القطايف صاروا جاهزين، لازم نشوف القطايف. يعني العجينه صارت جاهزه، المقله اللي عم بشتغل عليها هي المقله المسطحه، اوكي، اللي بنعمل عليها الكريب، والعجينه حكيت عنها انا قبل بشوي صغيره، اللي هن كل 2 كوب من الطحين بدهم 2 كوب من المي او من الحليب، مع الحليب هيك تطلع كمان اجمل. بنحط لها كمان حوالي يعني من بعد ما حطيناهم شو عملنا؟ يعني طعمناهم بشوي صغيره من المستكي اذا بدكم، او فينا كمان نستعمل الفانيلا اذا بدكم، وفينا نستعمل المحلب كمان اذا بدكم. طريقة كتير حلوة، وملعقة صغيرة، نص ملعقة صغيرة، لأنه ملعقة صغيرة هي للأربع أكواب من الحليب وأربع أكواب من الطحين، أوكي؟ هلا شوفون هلا شوي عم نشيلهم هيك بسرعة لنشوف اللون تبعولهم كيف، واو، خلينا نقلبهم هون مع إنه سخنين، طلعوا لونهم شو جميل، بسرعة هون تنحطهم، أكيد بينشوي من ميل وحدة، طلعوا كيف، وهون يا شيف شادي من ميل وحدة، تأرجع قدامكم نسكب ثلاثة قبل ما نروح على البراد نجيب لهم الحشوة، نسكب ثلاثة بعدين بنروح على البراد، أو أكيد هلا يمكن الحشوة كمان توصلني لوحدة. طلعوا هون يا سلام يا شيف شادي، وهون يا سلام على عجينة القطايف، وعم نشوف الشوكولا عم يوصل كمان لوحده بطريقة حلوة، واو. وشكرا. عبارة عن 200 جرام من الشوكولا، كوب واحد من الكريم، غلينا كوب واحد من الكريم، دلقناه فوق 200 جرام من الشوكولا، حطيناهم انا ما حطيتهم برات البراد لانه ما كان عندي وقت، اوكي، شو عملت دغري؟ حطيتهم دغري بالبراد ودغري بالفريزر، اكيد جمدوا عندي، هذا مش منيح، انتم خلوهم برا وبعدين اوكي بندخلهم على البراد شي ساعتين، انا مشان سرع يعني تحديت حالي شوي صغيره. نايس، كثير حلوه، صار هلا فيني اشتغل فيهم. يعني أخذنا فكرة عن القطايف، عم نشوف القطايف قدامنا، عم نشويهم دايما، إن نحن صرنا بنعرف إنه القطايف بتنشوى من ميل وحدة، حتى بعدين بس بدي سكرها، إن كان بقلبها في قشطة أو في جوز أو في لوز أو في شوكولا مثل ما راح يكون عندي اليوم، تلزق على بعضها من الميل الثاني، يعني أنا هلا هون عندي القطايف، اطلعوا شو حلوة، أنا بجي راح أفرجيكم إياها وحدة من دون الحشوة، بعدين بنروح على الحشوة، اطلعوا هون، شايفين كيف؟ بتلزق على بعضها لأنه من ميلي كمان مستوية ومن ميلي بعدها ني، لزقت على بعضها بهالطريقة، وهون بيصير عندي كمان القلي تبعولها مثل ما بنعمل بالأعياد، مثل ما بنعمل بشهر رمضان الكريم اللي ها صرنا على أبواب شهر رمضان، مثل ما بنعمل كمان القطايف كل يوم، مثل ما بنعملهم بالجبنة، فينا نكبرهم هالقد، فينا نصغرهم اللي بدكم، المهم أخذنا فكرة حلوة يا شيف شادي، نبردهم هون شوي، رح أرجع كمان هون، يلا يا شيف كمان هون فرجيني كمان اللون اذا كانت الحراره منيحه، لا مزبوط هي بعده ما استويوا، فرجينا كمان هون كمان بتعقد. طيب شو بدنا نعمل بموضوع الشوكولا؟ ليكو شو بدنا نعمل، رح نجيب صحن نحن تجهيز لهذا الموضوع، تا تا تا، رح نجيب صحن هون حاضر عندنا، تنبلش نحط هالبولات تبع الشوكولا، بحط انا ايدي هيك شوي صغيره، بناخذ من الشوكولا، طلعوا واو، وهيدي بول شوكولا كبيرة كبيرة يا شادي، ما هذيك قطايف شو اسمه، رجع صغرون شوي، نرجع نصغرهم شوي صغيرة، ها ترانا صارت القصة أهين، بنصغرهم شوي للحشوة لأن بتدوب كمان بقلب كمان القطايف، فهمنا كيف؟ لك عم نحطهم شوي صغيرة بالمي ايدنا، بنروح على الشوكولا وبنجي بنكورهم. هلا بتقولي ليش كورتهم وتعذبت؟ شو بكيك انت وقعتي؟ اوكي فيني ما كورهم، شو معناتها ما كورهم؟ يعني ما اعمل كرة، شو معناتها ما اعمل كرة؟ يعني بجيب ملعقة صغيرة وبحط من الخلطة بقلب كمان هالقطايف من دون ما لبك حالي ووسخ ايدي واعمل واعمل واعمل، مزبوط؟ بس كمان هيك بيطلعوا حلوين، شكلهم هيك سريعين كمان بطريقة حلوة، وبيطلعوا بقدر بجيب مزبوط نص القطايف. برجع كمان بحييكم من جديد وبقولكم انه بلشت اعمل كريات الشوكولا، كان الشوكولا اللي انا حطيتهم بالبراد اول نهار اللي كانوا عباره عن 200 جرام من الشوكولا، حطيت عليهم كوب واحد من الكريمه فريش المغليه وحركتهم ديبو،
حطيناهم برا، وانا ما حطيتهم برا، بس انه دغري على البراد. جمدوا معنا وبلشنا نعمل الكريات والقطايف قدامنا موجودين. خلوني اغسل ايدي بسرعه تروح نشيل القطايف يا شيف شادي، اللي صاروا كمان جاهزين. وعجينه القطايف اللي حكينا عنها قبل هي كثير هينه ولا اهين من هيك. كل 2 كوب يا شادي من الطحين، بدهم 2 كوب من الحليب الا شوي، ملعقه صغيره او نص ملعقه صغيره من الخميره، رشه من المحلب، ورشه من الفانيلا اذا كان بدنا. ورح نرجع نسكب كمان 3 غيرون. يلا على 3 غيرون. وهودي القطايف طلعوا كمان العجينه كيف لازم تكون، لازم تنزل لوحدها بهالطريقه هيك. كمان هون يا شيف شادي نعملها. وفي شيء عند الاشخاص يلي ماهرين ماهرين جدا بيعملوا قطايف دائما وبكميات، في شيء اسمه جوزي. الجوزي مش جوزي يعني مرتي، لا جوزي يعني هي مثل قمع بينحط في العجينه، بيمسك بهالطريقه بينحط في العجينه ويلا بيصير ماشي هيك هو على الصاج، طم 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 طم. اوكي، هيك بيعمل له حوالي 500 حبه يمكن على الصاج الكبير، وبسرعه فائقه وبيطلع اجمل مني بمليون مره. بيكون شطورين بيعملوا اجمل منا كلنا واسرع منا كلنا، لانه نحن بالبيت بنشتغل بطريقه مختلفه عن المصانع الكبيره. سو فيكم تشتروا الجوزه وفيكم تعملوا مثل ما عملت كمان انا. لك القطايف خلصنا منهم، الشوكولا هلا برجع لكم. يا سلام. اوكي رح انتقل، وانت هلا هون جاهزه كمان للقلي، رح احطك هون العجينه اللي عملتها كمان انا قبل بشوي. يا سلام على العجينه اللي عملناها قبل بشوي. طلعوا، رح ارجع اعملكم اياها انا بالاخر، بس الحلو انه طلعت معي بتعقد، وحطيت كمان شقفه منها بالبراد وشقفه منها هلا، ورح بلش. وما عندي المكسرات موجودين، صاروا مشويين عندي، يعني عندي من الصنوبر، عندي من الجوز، عندي من اللوز، عندي من البندق، عندي من الكاجو، كلهم سوا محمصين، فينا نحمصهم بالفرن. كما انه فينا نحمصهم بقلب المقلي. عم يسالوني انه القطايف اللي عم تعملهم يا شادي مش كتير حمر. معكم حق، مش كتير حمر. انا قصدتها وعم بلعب شوي صغيره هون هيك، لانه كوني بدي اقليهم رح ياخذوا اللون الاحمر. اذا كانوا محمرين كثير فدغري رح تلاقوهم احمروا، فانا بتركهم شوي صغيره يكونوا مش محمرين كثير، لانه ما رح اقدمهم مع القشطه، كرمال بس اجي اقليهم ياخذوا اللون المتناسق من جميع الجهات. سو مش ضروري اذا بدنا نقليهم نحمرهم كثير. انا هون كمان ها، وهيدي كمان صار جاهزين انا عندي. وهلا هون ورح ارجع على موضوع العجينه. العجينه اللي عملناها او عجينه التارت اللي انا عندي هلا قوالب التارت، عندي كميات، عندي قالب، عندي 2، وعندي 3 قوالب. رح نشوف هذا القالب الصغير، بتطلع هاي القاعده تبعيته هيك بالطريقه كمان كثير حلوه. عندي هالقالب هون رح نستعمله كمان بعد شوي. عندي هالقالب كمان هيك كمان اللي هو خيو لهيديك بس اكبر منه بشهر 4 سنين. طلعوا كيف هون بعقد. وعندي هيدي كمان هون، هيدي الانثى وهديك الذكور. طلع هيدي كمان حلوه بطريقه انه بيطلع عندنا كمان مربع هيك. هو وسخ انه نحن فينا نقدمه، بيسهلنا الشغل ان كان على التي في وان كان كمان ببيوتنا، ودغري بنشيله بنعرف كمان دغري بطريقه بق بنشيل. يعني هلا رح نشتغل فيهم. انا رح اشتغل هلا بهيدا النصاني. فشو عندي؟ عندي الباتر سبراي، رح نجيب الباتر سبراي. طلعوا كيف ها، واو رشينا صار جاهز. نحن عندنا رح رش كمان على الثاني انا هون، طريقه انه بس ترجعوا لعندي يكون كمان جاهز. واو بعقد. وهلا صرنا جاهزين. احلى ما نجي ندهن، احلى ما نجي ندهن بالزبده وبعدين نرش بالطحين، بس فينا كل انسان اذا بدكم تعملوا ما في اي مشكله. العجينه اللي عملناها قبل بشوي لاحظتونا، كل 4 اكواب من الطحين حطينا له حوالي 250 جرام من الزبده، ولا اهين من هيك. الزبده بدها تكون لينه، بتكون لينه الزبده يعني حراره الغرفه مش دايبه. خلوني اطفي تحت المقلي شوي صغير وهلا برجع لها. بدي اقوله انه لما جيت انا حطيت هالطحين وحطيت فوقهم الزبده نص الكميه، بلشت انا اخفق وحطيت بيضتين مخفوقين للاربع اكواب من الطحين، وحطيت لهم ملعقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه صغيره كمان من الملح، ورشه صغيره كمان من الفانيليا بقلبهم. هي عباره عن طحين، عن بيض، عن زبده، وضفت لهم لانه بدي اقدمها مع المكسرات مش مع الكريم باتيسيير او اي نوع من الكريم اللي فيها سكر وفيها بيض كمان. سو ضفت لها نص كوب
من السكر. وبرجع بعيد انه هيدي العجينة رح ارجع اشرح عنها اكثر واكثر بعد شوي. شو رح اعمل انا هلا؟ رح بلش انا احضر لهذا الموضوع. باخذ العجينة وفيني فيني اجي مدة بين ورقتين من النايلون وبعدين انا احطها بقلب الصينية وفيني اشتغل هيك، ها طلعوا كيف؟ ومدها بقلب الصينية. اكيد رح نرجع نعمل وحدة مشابهة ورح نرجع نفرجيكم الجبنة اللي صارت عندي واللي كمان عملتها واشياء تانية كثيرة، بس ترجعوا لعندي. اترككم. جوزيف. ايه اهلين. كيف احوالك؟ اليوم حكيت كثير. ايه؟ والله لك انا كل شيء وانت تحكي اقل انا بكون مبسوط. بس بدي اقول لك شغله، مش هذا راي المشاهدين. لا راي المشاهدين ونص، عمول استفتاء. بريك وبنرجع، خليكم معنا. رح نحكي طبعا عن ميركس، رح بصير باربع حزيران على شاشه المستقبل مع دكتور حلو. لدو دكتور حلو رح يكونوا ضيوفي، خليكم معنا.